نجتمع اليوم عقب أسابيع قليلة من انتهاء المناقشة العامة للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يمتد صداها إلى يومنا الحالي على ضوء الدعم الجلي الذي تلقاه الشعب الفلسطيني من قبل عدد كبير من زعماء الدول ورؤساء الحكومات في خطاباتهم، لتكرس الرسالة التي رسمت الملامح الرئيسية لتعاطي الدول الأعضاء منذ 7 عقود مع القضية الفلسطينية. حان الوقت لأن نمنح هذه القضية حقها من نصيب القضايا التي لاقت جدية أعضاء مجلس الأمن في تسويتها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات والتمادي فيها، والتي تعد جميعها نتيجة حتمية لغياب أي دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لإسرائيل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة والتقييد بالتزاماتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.